راهو كان ما تربحوش الليبيه نحن نوليو ليبيه راهو. يلعب بالنار حرق روحه، رساله نحبها توصل مش لشخص فقط لكن بها توصل لكل العالم، ورساله موجهه خصيصا لمن يعتبر في نفسه فنان اللي هو لطفي العبدلي من تونس الشقيقه. مش راح نتكلم عليك هلبا يا لطفي العبدلي، انا بصراحه مش حاب نشهرك لان من كبيرنا لصغيرنا ما يعرفوكش للاسف، لان احنا نذكروا في نفسنا من لما كنا صغار ما عادش نتفرجوا على المهرجين بصراحه. الا القليل القله القليله اللي تعرفك يعني، بس باش نحب نبشرك بالحاجه هذه. بس الرساله نحبها توصلك يا لطفي العبدلي ان ليبيا نارها حاميه وصعب على امثالك ان هي توقف على ارضها. وانت تمثل في نفسك بس لانك انت ما تمثلش في دوله كامله، ما تمثلش في تونس الشقيقه لانها فيها شرفاء وفيها ناس تفهم في الاصول وفيها ناس مطلعه على التاريخ وتعرف على التاريخ كويس. وانت اذا كنت حاب تعرف التاريخ وتبي تنشد على تاريخ ليبيا تابع تاريخ عمر المختار ومليون حافظ للقران الكريم. اين انت منهم ايها المهرج؟ شو رايك لطفي العبدلي؟ الكلمه على ليبيا بحسابها يا صديقي.